أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بيكم إخواننا الكرام، يا رب تكونوا خير وصحة وسعادة إن شاء الله مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربية. قبل ما نتكلم عن العربية اللي معنا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية عايز تباعها من خلال القناة، كل اللي عليك هتتواصل معانا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 041-303-5991. ابعت لنا مواصفات العربية وكمان فيديو للعربية وصور للعربية، وإن شاء الله هيتم عرض العربية على القناة وربنا ييسر الحال ويتم بيع العربية من خلال القناة. النهاردة إن شاء الله جبت لحضراتكم عربية شيفورليه دبابة موديل العربية 2013 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بعربية شيفورليه دبابة موديل العربية 2013. العربية زيرو بره وجوه بدون جرام بوية واحد. العربية فيها طقم كاوتش جديد وكمان فيها طقم جنوط سبور. العربية فيها رخصة 9 شهور مرور السين باللوين الدقلية. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفورليه دبابة موديل العربية 2013. سعر العربية 195,000 جنيه. سعر العربية 195,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010-93-35-09-00. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010-933-5-09-00. ده كان موضوعنا النهاردة. استنونا في أخبار جديدة وعربيات جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو واستفدت منه ما تبخلش علينا بلايك وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.